مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناة اليوتيوب تعلم الإنجليزية مع حياة. Hi guys, welcome back to my channel Learn English with حياة. قبل ما أبلش الدرس بدي أقول شكرا كتير كتير لرفقاتي على الفيسبوك اللي جاوبوا على السؤال تبع الهارد ترافيك. فخليني أقولكم شو صار. أنا كنت رجعاني من المدرسة بالسيارة مع بابا، وكانت حركة المرور كتير كتير صعبة. فأنا قلت لحالي إذا ترجمناها هاي الجملة للإنجليزي حرفيا بتصير There was hard traffic. قولوا معي There was hard traffic. وكلمة hard ما بنستخدمها على كلمة traffic لأنه هاي الكلمة ما لها مناسبة. فرح أعطيكم 5 شغلات تحسن تقولوها بدل كلمة hard. فأول واحدة هي There was heavy traffic. قولوا معي There was heavy traffic. ثاني واحدة There was terrible traffic. There was terrible traffic. ثالث واحدة There was horrendous traffic. رابع واحدة There was ghastly traffic. خامس واحدة There was horrible traffic. There was horrible traffic. وكمان سادس شغلة بتحسن تقولوا There was busy traffic. There was busy traffic. وفي عالم قالوا بالفيسبوك جاوبوا انه بتحسن تقولي there was a traffic jam. هذا الشيء صح، بس انا سألتكم انه تقولولي adjective لانه traffic jam هي noun يعني اسم. تحسن تقولوا هاي الشيء صح وانا بستخدمه دائما، بس هاي ما أنا adjective، هذا اسم يعني noun. في منكم تقولوا انه طيب هي في كلمة بتجي مع هاي وفي كلمة بتجي مع هاي، بس هاي كلمة ما بتجي مع هاي وهاي كلمة ما بتجي مع هاي. فهذا الشيء بالإنجليزي بنسميه colonization. هذا الشيء بنسميه بالإنجليزي colocation. قولوا معي colocation. colocation. فهلأ عنا ضيف بابا ورح يقولكم شو معناتها الكلمة colocation. 3 مرحبا. بالنسبة لكلمة colocation تعني انه هالكلمة بتجي مع هالكلمة وهالكلمة ما بصير تجي مع هالكلمة. فمثلا اعطيكم مثال بسيط جدا، كلاتنا بنعرف happy birthday. طيب هي عيد ميلاد سعيد. طيب هل يا ترى فينا نستبدل كلمة happy بكلمة glad؟ لأنه glad كمان يعني سعيد. الجواب لا، لأنه يعني كلمة happy collocates with the word birthday. هيك بتجي يعني هيك معروفة. فهذا شيء بالعلم اللغويات أو باللينغوستيك بنسميه collocation. أوكي؟ خلونا نرجع على المثال اللي أعطيته هيا من شوي. فقالت إنه there was hard traffic. فهي كلمة hard اللي هي أجت من كلمة يعني صعب، لأنه نحن بالعربي بنقول كان الحركة المرور كانت صعبة كتير. فالناطقين باللغة العربية كلغة أولى بشكل لا شعوري رح يترجموا حرفي ويقولوا hard. فهذا الشيء يعني ما هو سلبي، بالعكس هذا شيء إيجابي. هذا بيدل على أنه عملية التعليم عم بتتم بشكل كويس، لأنه أحد مراحل التعليم شيء اسمه mother interference اللي يعني راح تتدخل لغتك الأم مع اللغة اللي أنت عم تتعلمها بشكل لا شعوري، فراح تقول كلمات بتقولها بلغتك الأم. بس بالإنجليزي ما بنقول hard traffic. ليش؟ لأنه كلمة hard the word hard doesn't collocate with traffic. collocate جاية من كلمة collocation. وأنا من شوي يعني كنت عم بحكي مع أستاذ صديقي أخصائي باللغة العربية وحاولت أفهم منه إنه إذا في شيء يعني مشابه باللغة العربية. فمثل حسب ما فهمت إنه هذا اسمه تناغم الكلمات أو تآلف الكلمات، إنه مثلاً هالكلمة تتآلف أو تتناغم مع هالكلمة أو هيك أو هذا ما تستسيغه الأذن. إن شاء الله أكون عم بلفظها صح. فبالإنجليزي منقول the word hard doesn't collocate with traffic، يعني كلمة hard لا تتناغم مع كلمة traffic. بس إذا أنت قلت لواحد بريطاني أو أمريكي أو أسترالي، هذا مو يعني إنه
يعني جملتك غلط 100%، هو رح يفهم عليك تماما، رح يفهم عليك انه انت قصدك heavy traffic او مثلا terrible traffic. فهدول الكلمات شايفينهم هون، هدول الكلمات هن بتناغموا او بتآلفوا مع كلمة traffic، يعني these words collocate with the word traffic. لازم تذكر هون انه كلمة traffic هي uncountable، يعني لا تجمع، عشان هيك ما ان a traffic، ما بيصير تقول a traffic لاني كلمة traffic لا تجمع، يعني it's uncountable. اوكي، ان شاء الله بالمستقبل القريب رح نبدأ سلسلة خاصة باللفظ والفناتكس والفنولوجي، ورح يكون عنا تركيز على الـ IELTS Speaking Test، ورح يكون معنا ضيوف من أستراليا وبريطانيا، ورح نطبق كل شيء عملي. لحسن الحظ إنه نحن هون ببريطانيا رح يرخوا شوي الحظر، فاعتبارا من شهر أبريل ممكن الناس تجتمع برا، لأني صرنا فترة طويلة باللوك داون بالإغلاق والحظر. فمشان هيك إذا لاحظتوا إنه معظم المقابلات اللي بسويها هي يعني أونلاين على الزوم وهيك شيء، فبس إن شاء الله بشهر الجاي رح تبدأ تعطي كل شيء عن طريق real life situation، عن طريق مواقف حقيقية، وتشوفوا كيف عم تحكي مع ناس بريطانيين وكيف تستخدم الكلمات اللي رح نتعلمهم أو اللي تعلمناهم بشكل حقيقي. Suggestions and feedback are very welcome. إذا عندكم أي اقتراحات أي تعليق نحن منرحب بهذا الشيء كتير، وأنا سعيد بالتفاعل اللي عم يصير مع هيا، وبتمنى يصير تفاعل أكثر خصوصا لما تطلب منكم أمثلة. فبتمنى إنه ما تخجلوا حتى إذا ما كنتوا يعني متأكدين، يعني كلنا بنغلط بصراحة، يعني أنا بغلط، هيا بتغلط. أنا بتذكر دكاترتي اللي درسوني بالماجستير بجامعة نيوكاسل كانوا يغلطوا، دكاترتي بسوريا كانوا يغلطوا، بالبي بي سي أحيانا الصحفي بيغلط، المجلات تلاقي غلط. فعادي إذا واحد غلط، المهم يعني إنه هدف هيا تشجيعكم لحتى تحبوا اللغة الإنجليزية، يعني إنه هذا الشيء اللي عم تسويه هيا غير كافي، هي هدفها فقط إنه بدها تحببكم أو تشجعكم على أن تحبوا اللغة الإنجليزية. أوكي، فإذا عندكم أي اقتراحات، إذا في مثلا شيء معين بدكم يا إنه تشرحوا هيا، فاكتبونا يا بالتعليقات، وإن شاء الله رح نحاول قدر الإمكان أنه نكون عن حسن ظنكم. وهلا رح ننتقل لهيا مشان تقول لكم باي، وشكرا لكم وبالتوفيق جميعا. Okay. My turn. Go. Yeah. فإذا حبيتوا هذا الدرس لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب، وكمان عطوني مثال من حياتكم الواقعية انه شو انتو كنتوا عم ترجعوا من محل وقلتوا لحكوا انه هذا الحركة المرور كتير كتير صعبة بس بالانجليزي. فمنشوفكم الحلقة الجاي. باي، thanks for watching.